لأستاذنا الكبير طبعا الفنان الرائع هاني شاكر. مساء الخير أستاذ هاني. أهلا بيك يا حبيبي. إزيك يا شادي؟ إزيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك. هل صحيح إن المطرب آلة في إيد الملحن؟ أنا بس طبعا تسمح لي أرحب بحبيبي وأخويا يحيى الموجي. حبيبي والله. وحبيبي وأخويا يوسف أشرف غريب، منورين الدنيا. ربنا يخليك أستاذ. يسعدونا دايما حبيبي. هو طبعا الأستاذ الموجي الله يرحمه كان صاحب مدرسة كبيرة في اكتشاف الأصوات، وله أفضال كبيرة جدا جدا على ناس كتير ابتدت غنى، وياما مرني حتى قبل ما أنا أطلع أغني، ولنا جلسات تدريب وأغني معه حاجات ويقول لي لا قول كده وقول كده. فيعني طبعا الأستاذ الموجي كان مدرسة كبيرة جدا جدا، والملحن فعلا يعني شطارة الملحن انه يقدر يفصل من الصوت اللي معاه احلى واجمل بدلة غنائية يلبسها هذا الصوت. رغم تعاونه مع عبد الحليم في الوقت ده بشكل قوي جدا جدا، انما كان ايضا بيساعد وبيزق هاني شاكر. طبعا طبعا. ده ما خلاش عبد الحليم يغير؟ والله هو في اقاويل كتير في البداية قالت انه كان في خلاف بعد كده ما بين الاستاذ الموجي الله يرحمه، الاستاذ عبد الحليم الله يرحمه، بخصوص الموضوع ده. لكن انا ما اعتقدش، يعني قد يكون الخلاف بعيدا عني، لكن انا فعلا عرفت انه بعد ظهوري على الساحه وكده كان حصل خلاف ما بينهم وبين بعض، لكن اعتقد الامور بعد كده على طول رجعت. خلي حضرتك معايا استاذ يحيى. هل حدث خلاف بسبب هاني شاكر مع عبد الحليم حافظ في طبعا محمد الموجي؟ حصل غيره شويه، لان طبعا هاني مطرب عظيم تمام، وطلع في وقت كان في خلاف بين بابا وبين عبد الحليم. هاني بقى عبد الحليم الثاني في الوقت ده. تمام. فعلا يعني استاذ هاني، كان عبد محمد الموجي التعاون اللي بينكم قدم لك اغنيه ايه؟ عمل لك ايه؟ لحن لك ايه؟ والله عايز اقول لك، لا طبعا لحني كتير، لكن يمكن ابرزهم طبعا حلوه يا دنيا اول غنوه قدمها لي على المسرح. بعدها وصلنا لفين غنوه طويله، وفي حاجات بقى لمسلسلات، اغاني اسمه ايه ده، تترات وحاجات كده يعني لكن هو ابرز الحاجات اللي اتعملت حلوه يا دنيا، وهي دي كانت اول غنوه. ممكن انا اسف ان انا هقول كده، ممكن تفكرنا بحلوه يا دنيا كده في التليفون سريعا؟ مع ان انا مش مركب العده يعني، بس معلش مفيش عده. لا لا، الزماره استاذ هاني فاكرها؟ الزماره بتاعت عبد الحليم. الزماره بتاعت شوكه. مش مركب العده يا يحيى. كانت كذبه ابريل دي، كانت كذبه ابريل فاكر؟ الزماره فاكر يا يحيى؟ طبعا. لا ثانيه واحده برضو، بعد ما هتخلص الكوبليه انا عايز اسمع بس كده، واسمع حكايه الزماره دي. جينا للهوى والفرح جينا، جينا للحب اللي بيدور علينا، جينا للهوى والفرح جينا، جينا للحب اللي بيدور علينا، جينا له يا قلبي وجالنا ووعدنا، وتقابلنا وضحنا جينا، جينا له يا قلبي وجالنا ووعدنا، وتقابلنا وده احنا جينا للحب للفرح للود، جينا يا قلبي يا قلبي ده. وتقول لي مش محضر العده ده، انت هاني شاكر تقول لي مش محضر؟ ينفع ده انت على التليفون؟ على التليفون. انا لو انت بص، انت لو كنت شفت الفرقه كلها قاعده ماشيه وراك وانت بتغني كانهم بيعزفوا. يعني يا والله انت انسان رائع جدا جدا، وانا بشكرك على هذه المداخله. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا محمد. وانت بتنظر للموجي ازاي؟ فين في التاريخ الموسيقي المصري المعاصر
الموسيقى الشرقيه بتبص له ازاي؟ ببص له انه احد اهرامات مصر الفنيه. الاستاذ الموجي والله والله مش عشان انا بتكلم في ذكرى النهارده او عشان هو اللي اكتشفني، لا، الاستاذ الموجي مدرسه فنيه كبيره جدا جدا، اثرى الاغنيه المصريه والعربيه بشكل كبير. هو فعلا هرم من اهرامات الفن في مصر، الله يرحمه. الفنان هاني شاكر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. بشكرك يا حبيبي، بشكر ضيوف حضرتك، اشكرك يا حبيبي، اشكرك.